نبدأ بارك الله فيكم. تفضل. إيش بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الله رب لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. آمين. قال الشيخ محمد علي عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن صبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: إنه الشيطان. إسناد جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا أكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العطب؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. وعندما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الباب الذي قبله عن السحر، باب ما جاء في السحر، أتى وأراد أن يبين أنواعه لكثرة وقوعها وخفائها على الناس. ثم أورد رحمه الله تعالى الأدلة. وانظر إلى هذا منه رحمه الله تعالى، انظر إلى هذا الفعل منه، أنه ما تكلم وقال أنواع السحر هي كذا وكذا، إنما استدل بالأدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة رضوان الله عليهم، وكلام أهل العلم بعدهم. لم يأتي بشيء من عنده رحمه الله تعالى، مع أن ربما القائل يقول كان ذكر هذه الأنواع، ولكن هذا من ورعه رحمه الله تعالى. فأورد حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة. العيافة فسرها عوف بزجر الطير، والعيافة لما من عاف الشيء إذا تركه، وهي إرسال الطير للتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هي زجر الطير كما قال عوف. ويزعمون أن هذه الطير تدلهم على شيء،
فيتشاءمون بها تارة ويتيمنون بها تارة أخرى، هذا كله من أعمال الجاهلية. إذا ذهبت الطير لليمين هذا يتفاءلون به ويقولون نفعل ذلك، إذا طارت الطير بعد زجرها وذهبت إلى الشمال فإنهم يتشائمون من هذا ويتركونه، أو إذا أتى إلى جهتهم فإنه يتركون ذلك، أما إذا بعد عنهم فإنهم يذهبون إليه. كل ذلك من التشاؤم، وكل ذلك هذا مما لا يستند عليه على أمر على دليل يدل عليه، لا دليل شرعي ولا دليل حسي، وإنما هذا من أعمال الجاهلية. قال رحمه الله والطرق، قال في الحديث إن العيافة والطرق، والطرق هو الخط يخط بالأرض كما قال عوف، وهذا الخط الذي يخط بالأرض وقيل أيضا الضرب بالحصى كما قال لبيد لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع، هذا من أعمال الجاهلية وهذا مما يتشاءمون به، والله سبحانه وتعالى قد أبدلنا من ذلك بصلاة الاستخارة وهذا من فضل الله عز وجل علينا. وأما سواء بالضرب بالحصى أو زجر الطير ونحو ذلك كل ذلك لا يغني شيء، كل ذلك لا يغني شيء. طيب قال رحمه الله، قال جاء في الحديث والطيرة من الجبت، والطيرة التطير أيضا كذلك من الجبت. هذه الأنواع التي ذكرها رحمه الله تعالى في هذا الحديث ما هي علاقتها بالسحر؟ الجواب أن لها علاقة لأنها نوع من أنواع الكهانة، فهي تستند لأمر خفي لا يصح اتخاذه. إذن ذكرها رحمه الله تعالى العيافة والطرق والطيرة أن كلها من الجبت وأنها من الجبت، والجبت كما قال الحسن رنة الشيطان، والجبت الشيطان. نعم، فمقصود الشيخ رحمه الله تعالى يبين أنها تستند لأمر خفي لا يصح اتخاذه لا شرعا ولا حسا، هذا لا يصح لأن السند أمر خفي الله أعلم ما هو هذا، إنما هي من باب التشاؤم، ولذلك ذكرها رحمه الله تعالى من باب النهي عنها، وهي هذه الأنواع تجر إلى السحر والعياذ بالله، تجر إلى السحر وأنها طريق إلى السحر. قال أورد أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا علاقة تعلم، من اقتبس شعبة من النجوم وبدأ يأخذها ويتعلمها من أجل معرفة ويستدل بالحوادث الحوادث الأرضية على مجريات النجوم ويقول سيكون هناك إذا دخل نجم كذا وكذا ونحو ذلك من هذه الأمور، وهذا كما ذكرنا أنه يستند لأمر خفي، فهي شبيهة بالكهانة.
وتعلم هذه النجوم كما جاء في الحديث أن تعلمها هو تعلم السحر، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، إذا زاد معناته أنه زاد في التعلم السحر، وهذا مما يدلك على أنها مما يؤول إلى السحر والعياذ بالله والشعوذة. ثم أورد حديث وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. هذا هو السحر، هذا نوع من أنواع السحر، أن يعقد عقدة ثم ينفث فيها. ثم ذكر قال: ومن سحر فقد أشرك. هذا حكمه بينه رضي الله عنه أنه قد أشرك. ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وهذا مما يدل على التحذير من هذا، التحذير من الشرك من السحر، وأنه شرك بالله عز وجل، وكذلك التحذير من تعليق التمائم. ومن تعلق شيئا وكل إليه، إذا وكلت إلى تميمة، إذا وكلت إلى خيط، إذا وكلت إلى شيء، فإنك والله الخسران. والواجب التوكل على الله عز وجل. ومن الذي إذا أوكلك الله عز وجل إلى نفسك أو إلى خلق من خلقه سبحانه وتعالى فقد وكلت إلى ضعيف، ضعيف لا يستطيع لنفسه نفعا ولا دفع ضر، لا يستطيع لنفسه يجلب النفع ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضر. ثم أورد حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ملعظة؟ قال النووي هذه اللفظة رووها على وجهين، أحدهما العظة بالكسر العين وفتح الضاد على وزن العدة والزنة، والثاني بفتح العين وإسكان الضاد على وزن الوجه، وهذا الثاني هو الأشهر. يقول رحمه الله تعالى في روايات بلادنا، والأشهر في كتب الحديث وكتب غريبه، والأول أشهر في كتب اللغة، ونقل القاضي أنه رواية أكثر شيوخهم، وتقدير الحديث والله أعلم: ألا أنبئكم ملعظة. ثم ذكر تعريف العظة، قال: هي النميمة، هي النميمة، القالة بين الناس، القالة يعني كثرة القول ونقله بين الناس، القالة بين الناس. وسميت النميمة عضة من العضة وهو البهتان والكذب، ولكونها يترتب عليها إفساد القلوب إفسادا عظيما، وهي تفسد القلوب كإفساد السحر أو أشد. والنميمة هي نقل الكلام على وجه الإفساد، هي نقل الكلام على وجه الإفساد. وسميت، ولذلك ذكرها رحمه الله تعالى أنها نوع من أنواع السحر. النميمة التي تقال وتلقى بين الناس وتقوم بالإفساد في ساعة أكثر مما يعمل الساحر. النميمة يفسد، النمام يفسد في ساعة أكثر مما يفسد مما يعمل الساحر، انظر لشرها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها،
وقال لا يدخل الجنة نمام، وجاء في رواية قتات. ثم أورد رحمه الله حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحراء. البيان القول، وسحراء والمقصود به أن هذا البيان الذي يقلب الحق باطلا والباطل حقا، فهذا الذي يفعله هذا ببيانه، إذا تكلم بالكلام من بيانه وفصاحته يقنعك بأن هذا باطل وهو حق، وأن هذا حق وهو باطل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، يسحر القلوب. قال شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله سمي البيان سمي سحرا لأن فيه قوة على تحويل القلوب وإدخال الإقناع فيها، وهو سحر مباح إن شاء الله، ولكن أحيانا يكون فيه ظلم حينما يكون المبطل أكثر فصاحة من المحق، فيزوق باطله بفصاحته وقال البيان إذا كان في الحق والدعوة إلى الكتاب والسنة فهذا ممدوح، أما إذا أريد به الخداع واللبس فهذا ذم وعيب، والحديث يحتمل الاثنين. انتهى كلامه رحمه الله. المقصود يعني ينظر إلى أثره البيان، فإن كان المقصود منه رد الحق وإثبات الباطل فهذا مذموم، وأما إن كان المقصود إثبات الحق ورد الباطل فهذا هو الممدوح، ولذلك له تأثير كما تأثير السحر. هذا البيان يؤثر الذي يعطى فصاحة. وانظر إلى آثارهم، آثار هذا البيان أن أصحاب الحزبيات من جماعة الإخوان والسرورية والقطبية يختارون الفصحاء البلغاء من أجل أن يستفيدوا منهم في ذلك، وكم روجوا لباطلهم وزينوا لهذا الباطل حتى رأى الناس أن باطلهم حقا، وأن ما عليه أهل الحق السلفيين أن عليه أنه باطل، ولكن فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فانظر إليهم والحمد لله، ما نفعتهم هذه البيانات وهذا البيان وهذه الفصاحة، بل ظهروا للناس وعرفوا خداعهم وقد خدعوهم زمنا طويلا، والحمد لله الآن ابتان أصحاب المناهج الحزبية، ظهرت وظهروا وأظهر الله عز وجل ذلك، وبقي أهل الحق ولله الحمد الذين دافعوا عن الدعوة السلفية، دافعوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ولله الحمد، بقي كلامهم وبقيت آراءهم لها أثرها في المجتمع في الناس جميعا، لأنهم قصدوا ما عند الله عز وجل ولم يريدوا الدنيا بل أرادوا وجه الله عز وجل، فنالهم من الكلام
ونالهم من السباب ومن الشتام ومن الشتائم، ونالهم من الهجران، من هجران طلاب العلم ما نال. فأذكر أن كنا نذهب إلى مشايخنا ولا نجد يعني ذلك العدد ذلك العدد الذي يكون في الدرس، وما ذلك إلا لتقليل هؤلاء دعاة الفتنة من العلماء الربانيين من مشايخنا السلفيين. وإذا أتت محاضرة لأحدهم كان يعني من كثرة الناس الذين يعني يحبون كلامهم ويستمعون لبيانهم الناس الكثير، حتى أن تجد من يعني المرور والشرطة من يقوم بتنظيم السير في هذه المنطقة إذا كان هناك واحد من هؤلاء أئمة الضلال والعياذ بالله. هذا ما لمسناه، بينما إذا كان هناك محاضرة أو درس لمشايخنا لا تجد العدد قليل. وأذكر والشيء بالشيء يذكر، يعني كنا في درس صحيح مسلم، وهذا يبث عن طريق أظن الغرف، نسيت اسمها غرفة، عن طريق الإنترنت. فكنا ما يعني كنا ثلاثة فقط عند الشيخ، لا رابع معنا، أحد الأخوة على الجهاز يقوم بتسجيل المحاضرة أو الدرس وبثه عن طريق الإنترنت، وأنا وأحد طلبة العلم هداه الله ورده إلى الحق. فالشاهد من هذا ما بقينا إلا ثلاثة في هذا الدرس، لكن هل تأثر يعني شيخنا أدى كأن المسجد مليء، وكأن لم يكن إلا كأن المسجد مليء، ولا ضر ذلك. وهكذا لو ذهبت إلى المفتي العام، أنا أذكر ذهبت إلى المفتي العام كان في ما وجدنا إلا عدد قليل، وهكذا العلماء. فالمقصود أن البيان إذا كان من أجل رد الحق وإثبات الباطل فهذا هو المذموم، وأما إذا كان البيان من أجل إحقاق الحق ورد الباطل فهذا هو الممدوح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين وفيكم. آمين آمين وفيكم. اللهم آمين. الله يجزاكم خير، الله يحفظكم، ينفع بكم، يجزاكم خير. آمين آمين آمين. آمين وإياكم، الله يجزاكم خير، الله ينفع بكم. آمين. حياكم الله، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.